خالو لوزيتش يرفض الاستقالة من تدريب المنتخب المغربي والجامعة تخيره. تؤيد الكثير من الجماهير المغربية التي تنشط في مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة إقالة الناخب الوطني واحد خالو لوزيتش من منصبه، بل وتنتظر بفارغ الصبر إبعاده من عرين أسود الأطلس، ليس فقط لعدم دعوته لحكيم زياش ومزراوي، بل لدخوله بعد التأهل لمونديال قطر في سجال مع الجماهير المغربية بعدما حرص على سبها دون أن تتدخل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. وشهدت الساعات الأخيرة العديد من الكواليس والأسرار المهمة التي تطبخ قصد التخلص من المدرب المتعجرف، وعلمت مصادرنا أنه تم التواصل بين المسؤولين في الجامعة والمدرب لإقناعه بتقديم استقالته والحفاظ على صورته أمام من يرغب بالتعاقد معه بدل صدور قرار بالإقالة. لكن المفاجأة تمثلت في رفض وحيد وفقا لمصدر قريب الصلة، فكرة الاستقالة من تدريب منتخب المغرب، وفي ظل قناعاته بأنه أدى مهمته على أكمل وجه ويرغب في إكمال ما بدأه، مبررا أنه حقق الأهم في كأس إفريقيا الأخيرة وتأهل لكأس العالم 2022 على حساب الكونغو. وتسبب خالو لوزيتش في حالة كبيرة من الغضب لدى الجماهير المغربية نتيجة الظهور الباهت للأسود منذ توليه تدريب المجموعة، إلى جانب افتعاله للمشاكل مع اللاعبين وإبعاده عددا من النجوم المنتخب المغربي وهو ما لم يحدث من قبل.